ما حكم الأكل عند شخص يعمل في بنك الربوي علما أنه من ذوي القربى؟ إن كان عنده ما واردات من طرق أخرى من الحلال فهذا يؤكل من طعامه، إذا كان عنده شيء من الحرام أو من المشتبه ولكن عنده مال آخر من الطيب والمباح فهذا يؤكل من طعامه، لأنه لم يتعين أن هذا الطعام من الكسب المحرم. أما الإنسان الذي كل كسبه محرم وليس عنده شيء من الحلال فهذا لا يؤكل طعامه.